مستحيل يعطوك الولد مثلا مباشرة. أنا والله والدي طلب كرم. تلاقي الباص بيجي على باب البيت، بنزل الولد وبروح. لا سمح الله ممكن الولد يصير له كارثة، ممكن يدعس، ممكن شيء، ممكن حدا يخطفه. اهلا وسهلا فيكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج الذكاء، ومستمرين في سلسلة لقاءاتنا مع اولياء امور الطلبة شركائنا في النجاح، وهم الاساس، هم والطلبة المميزين. واليوم احنا في رجل فاضل من ابناء الزرقاء، البشمهندس احمد الضمور، استضافنا في بيته، فمشكور على هذه الاستضافة، وبدنا باسمكم جميعا نرحب فيه ونقول له بشمهندس شكرا على حسن الاستقبال، واهلا وسهلا فيك في برنامج الذكاء. يا اهلا وسهلا فيك وفي الشباب، ونورتونا. الله يحييك. شرفتونا والله. معانا البطل كرم، الله يحميه ويحفظه يا رب. كرم في روضة الهدف، والان داخل على مدارس البرنامج الجديدة للذكاء. بشمهندس، في البداية تجربة كرم في روضة الهدف بكل صراحة كيف كانت؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة مدرسة الذكاء بشكل عام، سواء كانت يعني من ربنا مع كرم روضة الهدف يعني كمجموعة ثلاثية الذكاء بشكل عام. بصراحة يعني تجربة جدا رائعة، ويعني أنا أول شيء تعرفت على المدرسة عن طريق الفيسبوك بالصدفة يعني. جميل. ولما رحت زرت المدرسة والإدارة والكادر التعليمي وكذا، عجبني النظام اللي بتعاملوا فيه، والأسلوب المميز جدا بصراحة بالتدريس، الغرف الصفية، نظام المواصلات عندهم، والنظام خصوصا الأمن والأمان عندهم المدرسة مستوى فوق الرائع. الحمد لله رب. الحمد لله. بالنسبة للأمن والأمان، في موقف صار معك حسيت انه انا فعلا ابني في امان وفي ايدي امينه وهو في بيته الثاني؟ صحيح. يعني احيانا كنا مثلا بدي اكون انا طالع مشوار انا ووالدتي وكذا، فبدي اروح على الساعه 3 4. الحلو في المدرسه هي في عندها فتره بسموها الويتنج. الويتنج صحيح. تمام. الان انت يعني بتخلي ابنك بيضل بعد الجولات، بعد ما تخلص بتيجي انت بتاخذه، بس عشان تضمن المدرسه كمان انه اللي جاي ياخذ الولد مش ابوه ولا امه، فالكاميرات فعالة دائما باستمرار. مستحيل يعطوك الولد مثلا مباشرة. أنا والله والدي طلب كرم مثلا، بدهم يتأكدوا، ما راح يعطوك إياه بالسلاسة والسهولة هاي بالبداية. يعني ممكن كبداية يمنعوك من أخذ ابنك لحد ما يتأكد. أول شيء سؤال، وبتفوت المعلمة بتسأل المديرة، ويعني على الكاميرات، وبعدين بتأكد الموضوع. الشغل الثاني اللي بدي أضيفها اللي هي الباصات. يعني بلاحظ أغلب المدارس دون ذكر اسماء يعني بتلاقي الباص بيجي على باب البيت، بنزل الولد وبروح. لا سمح الله ممكن الولد يصير له كارثه، ممكن يدعس، ممكن شيء، ممكن حدا يخطفه وكذا. الطفل ممكن يروح يلعب، ممكن يسحب حاله ويلعب. صحيح. بنتظره على ما انزل انا وتنزل والدته. لازم تستلمه باليد. نعم، استلمه باليد او اسلمه باليد الصبح. هاي شغله كثير رائعه كانت. صحيح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذا الشيء اللي بنطمح له احنا، واللي بدنا اياه ونبحث عنه. الحمد لله. ونروح للبطل كرم. كرم كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. كيف الروضة؟ حلوة. بتحب الروضة أكثر ولا المدرسة؟ الروضة. الروضة لأنك درست فيها. هسا بدك تروح على المدرسة، بدك تحب المدرسة؟ تريح للعطلة ولا الدوام؟ الدوام. ليش بتحب الدوام؟ عشان الدراسة. عشان الدراسة، ما شاء الله عليك. شو بدك تصير بس تكبر؟ مهندس. مهندس زي بابا. وين بدك تخدم؟ القوات المسلحة الأردنية؟ بالجيش؟ يا سلام عليك، ان شاء الله تصير احلى مهندس. انا سمعت انك انت شاطر بالانجليزي صح؟ طب شو يعني دور؟ باب. ويندو. شباك. طب شو يعني سياره بالانجليزي؟ كار. يا سلام عليك، ما شاء الله عليك بطل. طب انت شو اسمك بالانجليزي؟ كرم احمد يا سلام عليك، ما شاء الله عليك بطل. بالعربي والانجليزي اسمك ما بيختلف صح؟ ما شاء الله عليك. بس تكبر وتصير مهندس وتكون بالجيش، بدنا اياك تكون رافع راس الوطن دائما عالي فوق. اقول انا ابن المهندس احمد الضمور. تمام؟ تمام. الله يحميك ويحفظك يا رب. نروح لاخوي ابو كرم وبيت كرم، ده اكيد ما شاء الله اسمه مسمى، فلك كل الاحترام والتقدير.
أنت مهندس في القوات المسلحة الأردنية، لكم منا كل الحب والاحترام والتقدير. بكل صراحة، فرق إشي على شخصية كرم وهو في داخل الروضة؟ هاي الشغلة صحيح، يعني أنت حطيت إيدك على الجرح. كرم أنا معوده من صغر، يعني ما بخليه يختلط بحدا، يعني ما كنت أخليه ينزل على الشارع، ما كنت أخليه يلعب مع حدا، يعني ما بحبش النظام هذا. فكانوا ظلوا يحكوا لي أهلي والناس يلوموا علي إنه يعني خليه يختلط مع الأولاد، خليه كذا. قلت خليه بس تيجي الروضة، بس تيجي المدرسة لحاله بسلك. وسبحان الله انقلب 360 درجة، يعني لدرجة صار يبطل يحب يروح من الروضة. اجتماعي اجتماعي جدا، يعني حتى اي حدا بالشارع بشوفه بصير اجتماعي. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه بطل. شوف، خوفك على ابنك اكيد له نقاط معينة، اقول له كل الاحترام، لكن لما يكون في بيئة امنة انت بتكون مطمئن، خليه يحتك بالاطفال. طبعا مدرسة روضة مش زي الشارع عدم مؤاخذة. صحيح صحيح، كل الاحترام والتقدير. طب بكل صراحة وبكل امانة، تأسيسه كيف كان اكاديميا؟ حسيت انه استفاد؟ والله للأمانة استفاد، وكان يعني ما كنتش متوقع انه طفل في روضة انه يكون متابع مثابر للدرجة هاي، ومتبع بالخطوة باللحظة. يعني كان اول ما يصل البيت من المدرسة مباشرة، يعني مش يدرس. انه يتغدى او ينام اي شيء زي مباشرة، بده يحل الواجب. مش كذا اعطتني واجب، مش فلاني اعطتني واجب بدي احله، صاحبي عمله، انا بدي اعمل، بدي اطلع الاذاعة، بدي احكي كذا. ما شاء الله. سيدي كل احترام وتقدير لك، حياك الله، وشاكرين لك استضافتنا كمان مرة. وبدي في الختام تطلع على الكاميرا توجه لنا رسالة ونصيحة لأولياء أمور الطلبة اللي لحد الآن لسه بفكروا أنه أنا وين بدي أحط ابني، من ناحية تأسيس في رياضة الأطفال أو من ناحية دراسة في المدرسة. تمام، أنا بنصح كل أب وكل أم، يعني بغض النظر إيش ما كانت الأوضاع، معظم مجتمعنا بتطلع على النظام المادي اولا، ما بتطلع على النظام الاخر. يعني بيحكي لك انا مش مستعد ادفع لمدرسه خاصه، او مش مستعد ادفع لتاسيس دولي، مدارس دوليه ومش عارف ايش، وضل باخذ مصاري على الفاضي. هذا الحكي تماما مش صحيح. يعني انا شفت التجربه مع كرم، وبنفس الوقت كمان حتى اختي بدها تحط ابنها بنفس الشيء بالروضه بالمدرسه. فالنظام كان اول شيء نظام بيعطيه يعني المواد، إشي مثلا خلينا نحكي علوم بالعربي، ساينس بالإنجليزي، الإنجليزي عندهم قوي جدا، الحاسوب على مستوى طلاب بعمر 4 سنين و5 سنين إشي فعلا أكثر من رائع. يعني إحنا بجوز لصف 8-9 توصلنا لهذه المرحلة. الرياضيات الماث، الرياضيات الماث برضو منهجين. حتى على مستوى يعني الناس بتحكي منظور إنه والله المدارس الدولية ما بتطلعش على النظام الإسلامي، الجانب الديني. صحيح. هاي بس شغل مدارس إسلامية، لا كانوا يحفظوا جزء من السور. ما شاء الله. وكنت أسمع له أنا يعني والدته، ما شاء الله عليه، يعني ما شاء الله عليه من جميع النواحي، حتى على مستوى الأنشطة الرياضية كانوا مش مقصرين. الحمد لله ربي، أنشطة ترفيهية والتعلم عن طريق اللعب، ويعني أساليب بعيدا عن التلقين اللي إحنا أخذناه. لا بعيد عن التلقين، وبالعكس أمور منفتحة، وبالعكس أنا شايف إنه هاي الطريقة صحيحة للتدريس. كل احترام والتقدير. الله حيك. وفي الختام بدي اشكرك على استضافتنا، ربنا يحمي لك كرم، الله يحفظك ويحفظ لك اياه، ان شاء الله تشوفه فيه على المراتب، تشوفه مهندس قد الدنيا. شكرا لك باشمهندس، وانتم ايضا متابعينا لكم كل الحب والاحترام والتقدير، دائما نلقاكم على الخير وعلى المحبه، نستودعكم الله. أكاديمية الذكاء للأذكياء.